مرحبا بمشتري كيساب بورانيت. دونك باش نصلح لكم فرض مراقبه اعداد 4 في ماده الرياضيات لتلاميذ سنه 9 اساسي. دونك لهنا باش نصلحوا النموذج الاولاني، وانتم كان عندكم نموذج ماكمش معناتها فاهمين وبيان سور موجود عندكم، ما عليكم كان تتصلوا بسبورانيت وانا نصلحه لكم في اي وقت كان. دونك نص الدفوار موجود على الاكران. شنو عندنا لهنا؟ دونك التمرين الاولاني بالطبيعه هو باش نختاروا الاجابه الصحيحه، هذاك هو التمشي اللي معناتها المتبع به في لي دوفوار. دونك باش نختاروا الاجابه الصحيحه من بين الاجابات التاليه، دونك اجب بصحيح او خطا. اذا كان ا و ب عددين حقيقيين مخالفين للصفر، بيان سور عندي لهنا ب اكبر من ا، شو معناتها؟ فان ا على واحد على ا باش يكون لهنا اكبر من واحد على ب، صحيح ام خطا؟ بالطبيعه باش نجوست لهنا باش نعمل لكم مثال صغير. عندنا ثلاثه أكبر من 2، وعندنا 1 على 3 أصغر من 1 على 2 بالطبيعة. دونك لهنا بيان سور صحيحة. كيف كيف عندنا إلا 2 أكبر من إلا 3، أوكي؟ وأنا شو معناتها؟ أنا عندي إلا 2 أكبر من إلا 3، دونك وقتي نعمل 1 على باش تولي عندي إلا 1 على 2 وإلا 1 على 3، أما أكبر لهنا هل إنه إلا 1 على 2 أكبر من إلا 1 على 3 ولا إلا 1 على 3 أكبر من إلا 1 على 2؟ دونك كي ناخذ السلم نتاعنا، عندي هذا 0، عندي هذا 1، عندنا هذا الا 1 على 2، دونك الا 1 على 3 باش تكون بيان سور موجوده لهنا، دونك هذه اكبر. الوغ بي اكبر من ا، 1 على بي، دونك بي اكبر من ا، 1 على ا اكبر من 1 على بي، اذا الاجابه لهنا بالطبيعه الاجابه نتاعنا صحيحه. السؤال الموالي، دونك 7 الا جذر تربيعي ل7 اكبر اصغر او يساوي من الا جذر تربيعي ل5 مع 11. دونك لهنا شنو عندنا؟ عندنا باش نقارنوا زوز اعداد، اوكي؟ دونك الاولاني هو في 7 والا جذر تربيعي ل7 والثاني في جذر تربيعي ل5 وفي ل11. دونك لهنا باش نعمل الاولاني الا الثاني ولا الثاني الا الاولاني ونشوف العلامه. دونك كي نعمل الا جذر تربيعي ل5 مع 11 الا 7 الا جذر تربيعي ل7، شنو باش تعطيني؟ باش تعطيني الا جذر تربيعي ل5 مع 11 الا 7 مع جذر تربيعي ل7، دونك يساوي باش تعطيني جذر تربيعي ل7 الا جذر تربيعي ل5 مع 11 الا 7، دونك باش تعطيني بيان سور مع 4. هذه موجبه، احنا نعرفوا انه 7 اكبر من 5، اذا لهنا بالطبيعه جذر تربيعي ل7 باش يكون اكبر من جذر تربيعي ل5، دونك هذه موجبه، اذا العلامه الكل باش تكون موجب. شنو معناتها؟ معناتها الا جذر تربيعي ل5 مع 11 اكبر من 7 الا جذر تربيعي ل7. فوالا اختر الصواب، الجواب الصحيح، الصواب معناتها في كل مرة، دونك كل سؤال يحتوي على إجابة واحدة صحيحة. في حالة طول ضلع مربع مساوي ل7 سنتيمتر، فإن قيس طول قطره، دونك احنا عندنا المربع نتاعنا هو ويحب يلوج على القطر، دونك هذا هو المربع الكوتي أ، القطر باش نطبقو لهنا قاعدة بيتاغور، دونك القطر نتاعنا هو عندي أ قوت 2 مع أ قوت 2 يساوي، دونك هو القطر هو إكس هاكا ولا، دونك هو إكس قوت 2، ألوغ إكس هو جذر تربيعي ل أ قوت 2 مع أ قوت 2، معنتها جذر تربيعي ل 2 أ قوت 2 اللي هي أ جذر تربيعي ل 2، فوالا، دونك هو الأ خديناها لهنا 7، دونك باش تجي 7 جذر تربيعي ل 2. الموالي، في حال طول ضلع مثلث متقاس الأضلاع 5 سنتيمتر، فإن قيس طول ارتفاعه مساوي لي بالطبيعة لهنا أ جذر 5 جذر تربيعي ل3 على 2، معناتها أ جذر تربيعي ل3 على 2. دونك كيفاش العملية دي؟ احنا شنو عندنا؟ عندنا مثلث متقاس الأضلاع، هاكا المثلث نتاعنا، دونك هذا الارتفاع اللي يحب عليه أش، ولهنا عنده 5 بالطبيعة لهنا 5 على 2، دونك أش قوة 2 مع احنا باش نحسبوها أ لهنا، دونك أ على 2 قوت 2 يساوي أ قوت 2، إذا أش قوت 2 هي أ قوت 2 إلا أ على 2 قوت 2، دونك باش نوحدو المقامات باش تولي عندي 4 أ قوت 2 إلا أ قوت 2 على 4، دونك لهنا 5 أ قوت 2 على 4، أوكي؟ دونك شنو عندنا احنا لهنا؟ عفوا لهنا 4 إلا 1، دونك 3 أ قوت 2 على 4، دونك هذه هي الأش قوت 2، إذا أش يساوي جذر تربيعي ل3 على 2 أ، والأ هي 5 معناتها 5 جذر تربيعي ل3 على 2، فوالا. نمر إلى التمرين الموالي، دونك قارن العددين الحقيقيين 3 جذر تربيعي ل5 و 2 جذر تربيعي ل11، احنا نعرفوا إنه 3 جذر تربيعي ل5 موجب و 2 جذر تربيعي ل11 موجب. إذا 3 جذر تربيعي ل5 هو
قوة 2 هو 9 في الخمسة اللي هي 45، واثنين جذر تربيعي لحداش قوة 2 هي 4 في الحداش اللي هي لهنا 44. إذا لهنا عندنا إنه 3 جذر تربيعي لخمسة قوة 2 أكبر من 2 جذر تربيعي لحداش قوة 2، أوكي؟ دونك هذه بما أن مزوز موجبين باش يعطيني إنه 3 جذر تربيعي لخمسة أكبر من 2 جذر تربيعي لحداش، فوالا. السؤال الموالي لهنا، دونك استنتج مقارنة للعددين إلا واحد 13 مع 2 جذر تربيعي ل 11 وإلا واحد على 13 مع 3 جذر تربيعي ل 5. دونك احنا عندنا إنه 2 جذر تربيعي ل 11 أصغر من 3 جذر تربيعي ل 5، إذا كيفاش نضيف لهم 13؟ ما يتغير حتى شيء. أوكي، إذا مش نضرب في إلا، هنا شنو باش يصير؟ بالطبيعة مش تقلب العلامة مع 13. بعديك كي باش نعمل المقلوب، احنا قلنا في اول السؤال اذا كان بي اكبر من ا فان واحد على ا اكبر من واحد على بي، اذا لهنا الا بطبيعه الا واحد على 13 مع 3 جذر تربيعي ل 5 اكبر واحد على 13 مع 2 جذر تربيعي ل 11. فوالا. السؤال الموالي، إذا ليكن أ و ب عددين حقيقيين بحيث ب أكبر أو يساوي من أ، قارن لهنا إلا 3 على أ وإلا 3 إلا 3 أ وإلا 3 ب. دونك إحنا عندنا ب أكبر أو يساوي من أ، دونك 3 ب بالطبيعة باش تكون أكبر أو يساوي من 3 أ، كي نضرب في الإلا باش تولي عندي إلا 3 أ أكبر أو يساوي من إلا 3 ب. فوالا. سؤال ب، استنتج مقارنة للعددين 2 جذر تربيعي ل 11 إلا 3 ب و 3 جذر تربيعي ل 5 إلا 3 أ. دونك إحنا شنو قلنا لهنا؟ قلنا إنه 3 جذر تربيعي ل 5 أكبر من 2 جذر تربيعي ل 11، وقلنا إنه إلا 3 أ أكبر أو يساوي من إلا 3 ب. دونك بالطبيعة لهنا عندنا هذايا أكبر من هذا، وزدناها عدد هو أكبر من العدد اللي زدناه لهذا، أوتوماتيكمون دونك هذي شنو باش تعطيني؟ باش تعطيني 3 جذر تربيعي ل 5 إلا 3 أ أكبر من 2 جذر تربيعي ل 11 إلا 3 ب. بيان سيغ لهنا ردوا بالنا من أكا أو يساوي أو قطعا، على خاطر هذي بالطبيعة أكبر قطعا، لهنا حتى كي هذوما زوز يكونوا متساويين باش تكون أكبر قطعا. مثلا هنا خذينا 2 وهنا خذينا 1، 2 باش نزيدوها دونك 5، 1 باش نزيدوها 5، دونك 1 باش معناتها لهنا 1 مع 5 باش تولي لي 6، و2 مع 5 7، دونك ديما باش تبقى قطعا على خاطر هذوما لهنا قطعا. فوالا. السؤال الثالث والاخير في التمرين، قارن العددين القيمه المطلقه ل2 جذر تربيعي ل11 الا 3 جذر تربيعي ل5 والقيمه المطلقه لجذر تربيعي ل5 الا جذر تربيعي ل11. دونك احنا قلنا انه 2 عندنا من اول التمرين، دونك طلعنا في اول التمرين انه 3 جذر تربيعي ل5 اكبر من 2 جذر تربيعي ل11. دونك إذا القيمة المطلقة ل 2 جذر تربيعي ل 11 إلا 3 جذر تربيعي ل 5، على خاطر في وسط القيمة المطلقة سالب باش يكون 3 جذر تربيعي ل 5 إلا 2 جذر تربيعي ل 11، مور القيمة المطلقة ل x وقت تكون x سالب هي إلا x. باهي، دونك هذه هي الأولانية. والقيمة المطلقة ل بالطبيعة جذر تربيعي ل 11 أكبر من جذر تربيعي ل 5، إذا القيمة المطلقة لجذر تربيعي ل 5 إلا جذر تربيعي ل 11 هي جذر تربيعي ل 11 إلا جذر تربيعي ل 5، هي إلا هي الكل. دونك إحنا لهنا كي باش نقارنو هذا جذر تربيعي ل 11 إلا جذر تربيعي ل 5 باش نقارنو ب 3 جذر تربيعي ل 5 إلا 2 جذر تربيعي ل 11، دونك هذايا دونك جذر تربيعي ل 11 إلا جذر تربيعي ل 5 و دونك قلنا 3 لهنا 3 جذر تربيعي ل 5 الا 2 جذر تربيعي ل 11، باش نشوفوا مقارنه بيناتهم. دونك هذه باش نسميها ا كبيره وهذه باش نسميها بي. دونك انا كي نعمل ا الا بي شنو باش تعطيني؟ باش تعطيني جذر تربيعي ل 11 الا جذر تربيعي ل 5 الا 3 جذر تربيعي ل 5 الا 2 جذر تربيعي ل 11، دونك يساوي جذر تربيعي ل 11 الا جذر تربيعي ل 5 الا 3 جذر تربيعي ل 5 مع 2 جذر تربيعي ل 11 اللي هي دونك 3 جذر تربيعي ل 11 الا 2 جذر تربيعي ل 5، هذه هي ا الا ب.
دونك ا الا بي هل هي موجبة ام سالبة؟ اما اكبر 3 جذر تربيعي ل 11 والا 2 جذر تربيعي ل 5. دونك احنا شنو عندنا؟ عندنا 2 جذر تربيعي ل 5 موجب، وعندي 3 جذر تربيعي ل 11 كيف كيف موجب. اذا 2 جذر تربيعي ل 5 قوت 2 هي بالطبيعه 4 في 5 اللي هي 20، و 3 جذر تربيعي ل 11 قوت 2 اللي هي 9 في 11 دونك اللي هي 99. دونك لهنا 3 جذر تربيعي ل 11 قوت 2 اكبر من 2 جذر تربيعي ل 5 قوت 2. بما انهم زوج موجبين هذا باش يعطيني انه 3 جذر تربيعي ل 11 اكبر من 2 جذر تربيعي ل 5. دونك ا الا بي باش تكون هي موجبه. اذا ا الا بي موجبه معناتها القيمه المطلقه لجذر تربيعي ل 5 الا جذر تربيعي ل 11 اكبر من القيمه المطلقه ل لهنا القيمه المطلقه لجذر تربيعي ل 5 الا جذر تربيعي ل 11 اكبر من القيمه المطلقه ل 2 جذر تربيعي ل 11 الا 3 جذر تربيعي ل 5. دونك هذا باش يعطيني انه القيمه المطلقه لجذر تربيعي ل 5 الا جذر تربيعي ل 11 اكبر من القيمه المطلقه ل 2 جذر تربيعي ل 11 الا 3 جذر تربيعي ل 5. فوالا ونمر للتمرين الاخراني في الفرض نتاعنا واللي هو لهنا بطبيعه التمارين في الهندسه. دونك نص التمرين ها هو موجود على الشاشه. دونك ارسم مستطيلا ا بي سي دي حيث ا بي 8 و ا دي 3. دونك شنو نرسم المستطيل نتاعنا؟ عندنا هذايا 8 الطول بيان سور، 3 هو العرض، زاويه قائمه غاديكا، ومن بعديك نكملوا دونك الرسم نتاعنا بالاستعانه بالفعل هنا بالبركال. اوكي فوالا باش كاين نرسم فيه متوازي اضلاع. فوالا ردوا بالنا الكومباميز مش يتحرك، ما كانش يجينا نقطة معناتها مش في بلاصتها. فوالا دونك كيما صار معايا أنا لهنا ردوا بالنا الكومباميز مش يتحرك. دونك أ بي سي أي دي مستطيل، قلنا أ بي هي 8 سنتيمتر و أ دي 3 سنتيمتر. عين إي منتصف أ بي، دونك الإي باش تكون لهنا في الأربعة سنتيمتر، هذه هي الإي. و جي منتصف بي سي، دونك بما أنه خذينا 3 دونك جي باش تكون 1.5. فوالا احسب كلا من اي دي، يحب يحسب اي دي لهنا هذايا و اي جي دونك هذايا بيتاغور لهنا باش نطبقو بيتاغور و دي جي دونك اللي هو هذايا. فوالا سيف. دونك بما انو عندنا مستطيل اذا عندنا لهنا زاوية قائمة، اذا المثلث ا اي دي قائم في أ، هذا شنو باش يعطيني؟ باش يعطيني أ إي قوت 2 مع أ دي قوت 2 يساوي دي إي قوت 2. دونك الأ إي قوت 2 احنا نعرفو أنو الإي، بما أنو الإي هي منتصف أ بي، دونك أ إي هو أ بي على 2 اللي هو 4 سنتيمتر. وبما أنو لهنا دونك الأ دي نعرفها اللي هي 3 سنتيمتر، دونك هذه 4 قوت 2 مع 3 قوت 2 يساوي دي إي قوت 2. دونك 16 مع 9 هي دي اي قوت 2. الوغ لهنا باش تعطيني انو دي اي هي جذر تربيع 16 مع 9 اللي هي 5 سنتيمتر. فوالا دونك لهنا دي اي اهي هاوني دونك 5 سنتيمتر. نفس الخدمة بالنسبة لل اي جي، عندنا اي بي جي دونك لهنا مثلث قائم الزاوية في بي. فوالا دونك هنا بيان سور نتوما توا باقي تخدموا معايا، سي سور راكم طلعتوا البعد اي جي. دونك اي بي جي قائم في بي، بما انه اي منتصف ا بي دونك قلنا انه اي بي يساوي 4 سنتيمتر، بما انه جي منتصف بي سي اذا جي بي يساوي 1.5 سنتيمتر اللي هي بي سي على 2. دونك لهنا اي بي قوت 2 مع بي جي قوت 2 يساوي اي جي قوت 2. دونك اي بي قوت 2 معناتها 4 قوت 2 مع دونك لهنا 3 على 2 قوت 2 يساوي اي جي قوت 2. باش تعطيني 16 مع 9 على 4 يساوي اي جي قوت 2. باش نحاول واحد المقامات،
دونك لهنا باش نضربها هدية باش نضربها في الأربعة. دونك شنو باش تعطيني هنا؟ عندي 6 في الأربعة دونك 24، 64 مع 9 على 4 اللي هي يجي 2. فوالا دونك لهنا باش تعطيني عندنا 69، 70 دونك 73 على 4 يساوي يجي 2. دونك يجي هي جذر تربيعي ل 73 على 4. فوالا دونك نجم نكتبها يجي ايغال 31 جذر تربيعي ل 73 بيان سور اون سنتيمتر. دونك يجي هي دونك هذه هي الاي جي. ثم لهنا دونك دي جي كيف كيف باش ناخذ دي جي سي قائم الزاويه لهنا في سي، هذه 3 على 2 وهذه 8 سنتيمتر. اوكي دونك نخدمو في معناتها لهنا نظريه بيتاغور. دونك دي سي قوت 2 مع سي جي قوت 2 يساوي دي جي قوت 2. هذه نعرفها 8 قوت 2 دونك 8 سنتيمتر، وهذه نعرفها 3 على 2 كلها قوت 2 يساوي دي جي قوت 2. دونك لهنا 8 قوت 2 دونك 8 في 8 اللي هي 64 مع 9 على 4 يساوي دي جي قوت 2. باش نوحدو المقامات دونك نضربو هذه في الأربعة ونضيفو لها 9 ونقسمو على 4 بالطبيعة. دونك دي جي قوت 2 هي 265 على 4، دونك دي جي يساوي جذر تربيعي ل 265 على 4. فوالا بيان سور اون سنتيمتر. نتعدو اذا لهنا للسؤال الاخراني. اثبت ان سي دي جي دونك سي دي لهنا هو ديجا سي دي جي قائم الزاوية. مي اثبت ان المثلث دونك خاطر الزاويه القائمه لهنا هي الزاويه سي. دونك باش نشوفوا نوعيه المثلث دي اي جي لهنا. اوكي دونك المثلث دي اي جي هل انه قائم، هل انه شنو النوعيه نتاعو؟ دونك بيان سور احنا بما انه نخدم بيتاغور باش نحاول نثبتوا هل هذا المثلث قائم. وقال لي هل ان المثلث دي اي جي قائم الزاويه. دونك انا كي نعمل اي جي قوت 2 دونك ديجا حسبناها الاي جي قوت 2 ولقيناها دونك الاي جي قوت 2 هي 73 على 4، والاي دي قوت 2 والدي جي قوت 2. دونك الدي جي قوت 2 هي 265 على 4 والاي دي قوت 2 دونك هي اول حاجه حسبناها. الوغ دونك اي دي قوت 2 دونك يساوي فوالا دي اي، دونك ولا اي دي قوت 2 هي 25. دونك انا كي نعمل اي جي قوت 2 مع اي دي قوت 2 شنو باش تعطيني لهنا؟ باش تعطيني 73 على 4 مع 25. دونك باش نوحد المقامات بيان سور باش نضربها هذه في الاربعه. دونك باش تعطيني 73 مع 25 ضارب 4 باش تعطيني 100 على 4. دونك باش تعطيني 173 على 4 بالطبيعه مخالفه ل دي جي قوت 2. اذا لهنا المثلث نتاعنا ليس بمثلث قائم الزاويه. اذا المثلث دي اي جي دونك ليس لا 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 هو غير قائم. فوالا دونك هنا مثلث دي اي جي وليس سي اي جي. اوكي فوالا دونك هكا نكونو كملنا نموذج من فروض المراقبة عدد 4 في مادة الرياضيات لتلاميذ السنة 9 سيسي.